أهلا وسهلا. واليوم طبعا الشر والخير حول العالم، ولكن طاقتين شر نحن بحاجة إلهم، مي والنار. المي بتطفي النار، النار ما بتنطفي بالنار يا أخوتي. يلي رح أحكيهم ما رح أم نقرأ، نحن عم نحكي عم نتسير مع بعضنا، بدنا نقوي هالمي اللي فينا 70%، وبدها هالمي تطفئ هالنار وتحول النار إلى نور وإلى غار. عشان هيك على رأس المسيح كان فيه إكليل غار، واليوم كلنا بدنا نكون بغار حراء، بالخطوة وبالخطف لقيمة بس يكون صيامنا، أو إذا فينا 36 ساعة. أنتوا شو بتقدروا؟ الجسم هو شو بيقول؟ جلال الدين الرومي 36 ساعة، تركوا تركوا تركوا، ضوى القنديل، إن شاء الله يضوي قنديلنا. ونقول السلام عليكم وعليكم السلام. باب مدينة باب حكم ونوادر. قيل لرجل: ما هي التقوى؟ فيك توصف لي التقوى؟ فقال: إذا دخلت أرضا فيها شوك ماذا تفعل؟ أتوخى وأحتذر، فافعل في الدنيا كذلك. فهي التقوى، بدي قوة التقوى، مش محبة القوة، قوة المحبة. هلأ الدنيا love of power not power of love. هيك سلاح، السلام أقوى من السلاح. نعم، العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وبعد ما وصل حتى الشيطان عم بيفتش على الله، مين خلقه وليش خلقه شيطان؟ طيصير رحمانة، بدك تكوني من الضالين كوني من الضالين، تعال نروح. بس بالنتيجة بدنا نرجع على البيت، بدنا نشوف وين ما كان. أراد رجل تيطلق زوجته فخيلة، ليش بدك يعني؟ العاقل ما بيهتك سر زوجته، فلما طلقها ليش طلقتها؟ قال: مالي ولي الكلام في من صارت أجنبية، أبغض الحلال، وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. مين اللي بيسبك؟ يلي بيجي بيخبرك فلان سب فيك، هو اللي سبك مش هيك. نستغيب بعضنا، قول الحقيقة وجها لوجه ما كانت صعبة. ما فيني قلكم، أنا لساني بلوي والناس بتعرف هيك، ما بسكت عالشاشة غشاشة هشاشة، ما فريت معي، بق البحصة وبقولها وكفي الطريق. أموات بأموات، بعد مليون سنة بيقولوا معها. قال أحد الحكماء: لا يغرن ما يغرك أربعة: إكرام الملوك، يا واقفا عند أبواب السلاطين، ارفق بنفسك من هم وتحزين، إن كنت تطلب عزا لا فناء له فلا تقف عند أبواب السلاطين. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة، فعنه الناس من فضة. حبني جوزي أنا وقوية، حبوني ولادي أنا وغنية. إذا ما عندك جايبة وما عندك ميل وما عندك حرب حكي، انتبه ما يغرك إكرام الملوك وضحك العدو وتملق النساء وحر الشتاء.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، كما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فلا خير في إنسان لا يكتم سر. إذا زاع على السر هالشفاف يبطل سر. قال له شو بعمل وليد تخلي السر يزع؟ قال له خبر مرة. هلا ما بقى في لا مرة ولا رجال كله. قال الفضيل بن عياض: ثلاثة لا تلومهم عند الغضب: المريض والصائم والمسافر. المريض بفهم، بس الصائم بتكون قوي، صيامك بقويك. والمسافر يا حبيبي على دعاء السفر، وطي عنا بعده بكل لحظة ولحظة، كل كلمة إلى معاني كتير. وين أنت بأي مستوى بيكون معناك هيك؟ قال له بس تحكي بعرفك. قال الحكماء: العاقل من نفسه في تعب، والناس منه في راحة. والأحمق من نفسه في راحة، والناس منه في تعب. أنت لك الخيار، تنعزل عن الناس وبترتاح من أهل الجهل وبتراقبهم وبتتعلم منهم، هن المدرسة وهن الامتحان. إحسانك بحرك فيك المكافأة، وإحسانك إلى الحر، إنما إحسانك إلى الخسيس يبعثه إلى معاودة المسألة. انتبه، تعلم من أعدائك وتعلم من أصحابك. أنا ما بعطي شحات وما بتعامل أبدا مع ناس منهم من أهل الطريق الصادقين. يعني صرت بنتبه بس شوف وجه مسيحي، ده كمان حاطط قناع المسيحي، ده وجه يضاص. تعلمت كل اللي تعاملت معهم بكل بيت السلام بنوع خاص، حطيت قلبي هونيك، بس رجع لي لإلي يلي بالقلب. يا ريت فيني أعطيك الأمر، قال له يا ريت فيني أعطيك اللي بقلبي، يا ريت فيني كل اللي أخذتون ميل شو عملتوا فيهم؟ صار حلالي صار حرام بإيدك كلكم. أول ما بلشت جيت من أمريكا ميل الدنيا وبيت بمعاد اسمه بيت النور. وين رحت يا بطرس؟ وين رحتوا كلكم؟ يا فرح العطاء، أي فرح وأي عطاء، كلكم أموال الدنيا بين إيديكم وبيت السلام وغيرهم وغيرهم وكلكم. طلعتوا معي على هالمحطة كلكم، وين صرتوا؟ شو عم تعملوا؟ ما بيدوم إلا الحق. يا حي قيوم مع الحي القيوم. وهلأ ميل الدنيا والمليارات بس ما عم لقي بشر. بلشت أنا ببناء الحجر، هلأ بدنا بشر. الدولار موجود ما بدنا إيه، بدنا بشر إن شاء الله. ما أبقى مع اثنين ثلاثة بلبنان، واحد بالأردن، واحد اثنين ثلاثة بسوريا، نص. آخ، قال رجل إلى أحد الحكماء: إني تزوجت امرأة وجدتها عرجة، فهل لي أن أردها؟ قال له إذا كنت بدك تتسابق فيها ردها. يا أخي لا تتسابق فيها، أنت السابق ولا؟ رأى أحد الملوك بالمنام أنه كل أسنانه تكسرت، جيب مفسرين الأحلام كلهم حطهم بالحبس. شوية تفسير الأحلام يعني شو؟ كل أهلي بدي يموتوا، أنا بدي موت قبل هداك وقبل هداك كلهم. لا 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 لا، ما بديها ما بدي ابدا. صار يحطه بالحبس. جاء مفسر ثالث قال له: الملك هذا الحلم، انا متاكد انك حلمت الحلم ايها الملك. مبروك يا ايها الملك، مبروك. لماذا؟ قال له المفسر مسرورا: تاويل الحلم انك ما شاء الله ستكون اطول اهلك عمرا. فقال الملك مستغرب: متاكد؟ نعم. ففرح الملك واعطاه هديه. سبحان الله، لو كان اطول اهله عمرا أليس من الطبيعي إنه أهله بدهم يموتوا قبله؟ لكن انظروا إلى كيف طلع الكلام، كيف حكي. ما قال له إنه أهلك بدهم يموتوا قبلك، قال له أنت أطولهم عمرا. مفتاح البطن لقمة، ومفتاح الشر كلمة. يا الله، سأل رجل مهموم هيك، قال له: أيها الحكيم، أنت مهموم وحكيم، يعني كيف؟ لقد أتيتك وما لي حيلة مما أنا فيه من الهم. فقال الحكيم: سأسألك سؤالين وأريد إجابتك. قال الرجل: اسألني. قال له الحكيم لهالمهموم:
أجئت إلى هالدنيا ومعك هالمشاكل؟ قال له لا. رح تترك الدنيا وتاخذ معك هالمشاكل؟ لا. قال له الحكيم فإذا اتركهم، شو بدك فيهم؟ وإذا هالمشاكل بتجيب لي اياهم أنا معي سيف، قل لي اياهم حتى أقطع لهم راسهم. هلا اقعد هون بهالأوضة وشوف لي هالمشاكل وين هن؟ دغري بقطعهم بالسيف. لحيهم، لا بيقطع لي راسي، لحيهم، لحي لي اجري، بيقطع لي اجري. طلع قال له أيها الحكيم، وراحوا المشاكل. نحن بنتمسك بالمشكلة، affection، بدي انتباه، addiction، وبدي هيك الناس تهتم فيي. ما حدا تلفن لي وسأل عني من ولادي، ما بحبوني، وطبخ لهم وبعزمهم وبيجوا. قال له أكرم أباك وأمك، حش تشحدوا. بدك تشحدي عاطفة والشفقة. وقت بتحبي حالك ما بدك حدا يحبك. وقت بتتعرفي على النفس أنت بكل نفس. وقت المريم بتحب مريم حبة المر واليم والنور. بيجيك ضيف يبقى تقيل الدم ابو ساعه نص ساعه ثلاث ايام مع السلامه، بس تيجي من اهل البيت ما منكون اثنين، منضل واحد، اربعه خمسه واحد. فاذا بدنا من اهل الطريق، من الماء بتطفي النار، مش اثنين نار بالبيت او اثنين مي طوافين. نعم، فقال الحكيم الاجدر ألا يأخذ منك كل هذا الهم، فكن صبورا على أمور الدنيا، وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض، ليكن لك ما أردت، فرزقك مقسوم، ابتسم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم، لأنها بين يدي الحي القيوم. يقول أحد المتأملين: يحيى المؤمن بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما لو أيقنا. العسر واليسر، نعمة ونعمة، انت شو بدك؟ نعمة. ففي اليسر يكون الشكر والله يجزي الشاكرين، أو في العسر يكون الصبر، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. كلام رائع يستحق النشر. إذا أردت أن تعيش سعيدا لا تفسر كل شيء، ولا تدقق بكل شيء، ولا تحلل كل شيء، فإن الذين حللوا الألماس لا يفحم. مش كل شيء ناخذ هالشعره ونقعد نحللها، بس نموت بتضل الشعره تطول وضفيرنا يطولوا. Life is only a joke. We are here to play. مشان هيك مسنول ابو العبد ام العبد المحشش الحمصي. نعم. الحبيب كان أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. خيره الله تعالى بين أن يكون ملك نبي أو يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. عبد الله بيه هو كلنا. كان الحبيب ينام على الفراش تارة وعلى الأرض والحصيرة على الرمل، وتارة على هيك كيس شقفة حصيرة ماشي. عن أنس بن مالك إنه قال: دخلت على الحبيب وهو على سرير هيك كله مشريط، وتحت رأسه وسادة كله فيها ليفة يعني عاش. فانحرف النبي فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال الحبيب: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي، إنه ما فيني أبكي، وكسرى وقيصر يعيشان في متاع يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على الحال الذي أرى. فقال الحبيب: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هيدا الأيسر إله الدنيا، نحن إلنا الآخرة. وقت اللي إجا مرشد ونزل من السفينة وإجا كم درويش إن شاء الله نكون منهم، قالوا له: يا ريت فينا نعمل لك استقبال مثل هالأمير، مثل هالملك، مثله. قال لهم: بعد ما وصلنا على البيت، بس أوصل على البيت. وهيك الإسكندر قال له لديوجين: أنا ملك إمبراطور، أنت فقير وشحاد. قال له: بس نوصل على البيت بنعرف مين الإمبراطور ومين الملك ومين الشحاد. قال عمر: بلى، أنا هيك بدي أكون إلنا الآخرة، وهي لنا يا عمر.
سعادة الدنيا يا عمر تركي ما فيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ كم من القصور والأتراف والقلاع والمدائن يا عمر في الآفاق قد بنيت، فأمست خرابا وأفنى الموت أهلها. لا تجعل النفس تبكي على الدنيا فالدنيا تزول، ولكن أنت لا تزول. التقوى يا عمر فخامة الجليل، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والاستعداد مع كل نفس للرحيل. وقت اللي اجا وقال له يا رسول الله اجعلني اميرا، قال له وين؟ قال له على البصره. قال له البصره تزول، اجعلك اميرا على بصيرتك التي لا تزول. وين البصره؟ وين العراق؟ وين امه العرب اليوم؟ شو اللي عم بيصير بالعالم؟ يا حبيب قلبي تفاحة ورمانة وتفاحة وحليب. في أحد الأيام كان هناك حارس بستان، دخل عليه صاحب البستان وطلب منه حضر له رمانة حلوة. فذهب الحارس وجاب حبة رمان وقدمها لسيد البستان. قال له مش هيدي، هيدي حامضة، أنا قلت لك حلوة، رح جيب وحدة تانية. قال له كمان هيدي حامضة، ولو أنت حارس بستان هون ما بتعرف أي رمانة حامضة. قال له أنت قلت لي أنا حارس، ما قلت لي إنه فيني آكل، أنا جيت أحرس البستان. سنة كاملة عم تحرسون ما دقتون. فتعجب صاحب البستان من أمانة هذا الرجل وأخلاقه، فعرض عليه أن يزوجه ابنته، وتزوج هذا الرجل من تلك الزوجة الصالحة، وكان ثمرة هذا الزواج هو العالم الزاهد عبد الله ابن المبارك. تفاحة. بينما كان الرجل يسير بجانب البستان وجد تفاحة ملقاة على الأرض، فتناول التفاحة وأكله. ثم حدثته نفسه بأنه أتى على شيء ليس من حقه، فأخذ يلوم نفسه وقرر أن يرى صاحب هذا البستان، فإما أن يسامحه في هذه التفاحة أو أن يدفع له ثمنه. وذهب الرجل لصاحب البستان وخبر، واندهش صاحب البستان لأمانة الرجل. شو اسمك؟ ثابت. لن أسامحك في هذه التفاحة إلا بشرط تتجوز بنتي، واعلم انه بنتي خرصة وعمية وصمة ومشلولة وطرشة. يا الله شو بدي اعمل؟ اما ان زوجها او سمع. فوجد ثابت نفسه مضطرا يوازي بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة. لا لا بتجوز بتجوز. جوز العروس، فاذا بها آية في الجمال والعلم والتقوى. فاستغرب كثيرا لماذا وصف ابوها بانها صمة مشلولة خرصة عمية. فلما سألها قالت أنا عمياء عن رؤية الحرام، خرساء صماء عن قول وسماع ما يغضب الله، ومشلولة عن السير في طريق الحرام. وتزوج هذا ثابت بتلك المرأة، وكان ثمرة هذا الزواج الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. وهلأ القصة اللي بنعرفها كلمة حليب. في وسط الليل تقول الام لبنتها خلط المي بالحليب. شو عمر هلا شايفنا؟ قالت لها اذا عمر منه شايفنا رب عمر شايفنا. وكان عمر حامل على ظهره وعم بشق على الرعيه، مش مثل هلا لا رعيه ولا رعيين، كلنا قطيع والراعي اكل الرعيه. يا امها قالت لها إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وسمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام هذه الابنة التقية وهو يتجول ليلا بين بيوت المسلمين، وزوجها ابنه عاصم، فأنجب أم عاصم إنها أم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. إذا كان نشرها سيرهقك فلا تنشرها، فلن تستحق أخذ ثوابها. وإذا أعجبك دخيلك خبر الصغار والكبار عن هالحقيقة اللي عم نشارك فيها، عم نشارك فيها بالكلام، أي متى بدنا نشارك فيها بالأفعال والأقوال وبكل مقام. وإذا عنا وقت منشارك. ذهب رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب ليكتب له عقد بيت، فنظر علي إلى الرجل فوجد أن الدنيا متربية على قلبه، فكتب اشترى ميت من ميت بيتا في دار المذنبين له أربعة حدود. انتبهوا، أربعة حدود الكعبة، أربعة حدود، أربعة حدود، أربعة حدود، أربعة حدود. اشترى ميت من ميت بيتا في دار المذنبين أربعة. الحد الأول يؤدي إلى الموت،
الحد الثاني إلى القبر، والحد الثالث يؤدي إلى الحساب، والحد الرابع يؤدي إما إلى الجنة أو إلى النار. منطفي المي بالنار أو منطفي النار بالمي، انتبهوا. فقال الرجل لعلي: ما هذا يا علي؟ جئت تكتب لي عقد بيت فكتبت لي عقد مقبرة. فقال علي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهلها. شو عم بيصير؟ وين هالأبراج؟ وين هالبيوت؟ وين هالبنيات؟ لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها لكل نفس، وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. المرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانية. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، الإنسان بالأخلاق ليس إنسانا على الإطلاق. والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل سادسها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. والنفس تعلم إني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعطيها. وأعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينها، والزعفران ربيع نابت فيها. أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. فقال الرجل علي: اكتب إنني وهبتها لله ولرسوله. آخ، وين إني؟ وين؟ ما بقى نستاهل ولا علي ولا خليفة ولا يا أمير المؤمنين، صار يا أمير المنافقين بسببنا هالكعك من هالعجين. سامحونا يا حكام العالم ويا حكام العرب، بسببي صرت انت من اهل الجرب. هيدا البرج جرب، وصرت دعس امريكا الحاكمه واسرائيل العاصمه بسببي. سامحني لانه انا اللي بنتخبك، وانا اللي بزقف لك، وانا بركض وراك حتى تكب بحضني دولار وتنكة بنزين. منين جبت هالمليارات؟ سرقت المليارات، يا من دخل يا من بخل، من سرقة. وبعدين تجي بتعطيني دولار وأنا بزقف لك قديشك كريم. أنا يتيم وأنت كريم. كل الجمعيات الخيرية شرية، وكل الإسلامية الإنسانية والمسيحية الإنسانية، ما فيها شيء من الإنسان ولا الإنسانية. حاجة تهزي إيديك تذكري أختك ساكني بقلبها، رحت خدمتها تقعد هي وانا اقعد على اجريها، وبعدين صرت اقعد مثلي على الارض، وبعدين هيك قعدنا وزحفنا سوا. مريم عندك علم غير علم الانسان؟ قلت له هالعلم عندك، بس فوتي لجوا. لو ما انا قاعده عند فلاني وفلان ما جيت لعندي، بس بعتوكي لانه شافت اشارات. الوحيدة بالعالم هيفا فيصل يلي كرمت هالإشارة بهالمرة. لو ماها ما معي جيب تاكسي تأجي لها. نادرا ما حدا من أمة العرب يبعت صدقة، بشكركم. بس ما تبعت لي 3 دولارات وأنت بتشتغل بالسعودية، ما رح أقول وين. 3 دولارات، قلت له أنت حق، رجع خده. صحيت من السرطان عندي بالبيت معك روز روز. شو عملت؟ هلأ صخنت؟ أول مرة ترحمك الأرض، تاني مرة تحطك تحت الأرض. خلص. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسكم وأولادكم فتنة فاحذروهم.
الوحيدة بأمة العرب اللي عملتها بأموالهم وبأنفسهم، وهو أكرم من كل كريم، بيعطيك شيء ما فيك تشتريه بالمال، وما فيني أعطيه لحدا، ما فيني شاركك، بشاركك بالاختبار بكل بشارة بتشوفها بالبيت وبكل إشارة، بس أنت بدك تمشي بهالإشارة، بدك تعيشها. أنا ضويت أنديلة، هذا الجهاد الأكبر والوضوء الأكبر. وقت اللي بلشوا علماء الأجانب، مريم بتعيشي معنا بتعيشي معنا، ما احترمت حالي، لأنه أهلي كانوا يقولوا لي أنت هيك وأنت هيك وأنت هيك وأنت هيك، جوزي مطلقة يعني هي ما موجودة إلا هون بأمريكا. إذا ما كان عندك صديق وما كنت هيك، شو بيك، ما حدا بحبك، في مساكنة، بدي ورقة فيأمرني الشيخ والخوري أو أمي وبيي. كانت هيدا زنا وقت بتكون عايشين مع ناس ما بتحبوا بعضكم، هيدا الزنا. بس وقت انا بطلع مع رجال بقول له بدي جايبتك بدك تصرف علي، بيقول لي انا بدي عقلي. خلص كان في صدق، تكونوا صادقين. كل اللي عم تشوفوه هيدا منه زواج، هيدا زنا شرعي. منتجوز ويخلص العرس، وبعدين شهر العسل واجا البصل، وكله بالدين وبالدين وبالدين، ونموت بالدين ونقلب بالدين وكله دين. الدين نار، ادفع للاجير اجره قبل ان يجف عرقه. ما حدا بيحبني الا جسدي، بفوت معي على القبر. وجايبتي شو ما بدي موجود، اللي بدي ما بقى عندي شهوات ولا رغبات، الدنيا كلها فت على بيوتكم. شفتكم انتو افقر الفقراء هالاغنياء بنوع خاص امة العرب. بشكركم، تعلمت منكم. قديشكم فقراء، تاخذ حبوب تتناموا وعيني الساعة 5. فاذا الانسان يلي عنده صحوة عنده صحة تفتح عندك البصيرة. نعم البصرة تزول، ولكن اميرا على بصيرتك التي لا تزول.